الاحتلال الإسرائيلي بدأ حصار قطاع غزة في 91، سيطر على كل التحركات، وواحدة واحدة بقى يقفلها عليهم. وفي 94 طلع بسور داير ما يدور حوالين القطاع، وفي 2001 ضرب لهم المطار الفلسطيني الوحيد، وفي 2006 كمل الحصار البري والجوي والبحري على 2.25 مليون غزاوي، اللي تلتينهم أصلاً لاجئين من الأراضي المحتلة. عندك 5 معابر من ناحية الأراضي المحتلة ومعبر رفح مع مصر. معبر رفح مش سالك، وقليل اللي يعرف ياخد تصريح يعدي، وممكن يقعد 3 أيام يتفتش قبل ما يسيبوه يدخل. ودلوقتي مصر قافلة المعبر بخرسانات بعد ما إسرائيل ضربته 4 مرات. إسرائيل كمان مسيطرة على المياه والكهرباء اللي داخلة غزة، والنور كان بيقطع من 12 ل 16 ساعة في اليوم. ودلوقتي إسرائيل قطع عليهم الكهرباء والمياه تماماً، حتى الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطارة. في الهجمات الجوية بيضربوا المستشفيات باللي فيها. إسرائيل كمان متحكمة في كل البضائع اللي داخلة وخارجة غزة، وبقت نسبة الفقر 61%، يعني ضعف المعدل في الضفة الغربية. 40% من بيوت غزة مش عارفين ياكلوا كويس، والبطالة وصلت ل 47%، يعني ضعف النسبة قبل الحصار، وده تقريباً أعلى معدل في العالم. على مدار 4 حروب، 2008، 2012، 2014، 2021، الاحتلال الإسرائيلي دمر المصانع والأراضي الزراعية، وتسبب في قتل أكتر من 5000 شهيد وإصابة فوق 20,000 فلسطيني. كل ده قبل الحرب الدايرة. لو معبر مصر ما تفتحش، إسرائيل تقدر تبيد أهل غزة.